عرضه لتغيرات في سعر الصرف، اضافه الى متغير التضخم. فكون ان احنا نستمر على هذا المنحى في هذا المسار سيؤدي في النهايه الى انخفاض الاسعار مره اخرى. تدخل الدوله بادواتها والياتها بالتنسيق مع اتحاد الصناعات ومع الاتحاد العام للغرف التجاريه، الحقيقه ده كان له اثر ايجابي، وهناك دوريه لانعقاد لجنه الاسعار بتواجد القطاع الخاص، فهناك تنسيق عرضي جيد للغايه ما بين الكيانات الحكوميه وما بين القطاع الخاص ممثل في الغرف المختلفه واتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجاريه. فكل الجهود بتسعى الى تهدئه الاسعار وتخفيض الاسعار وبالتالي انخفاض مؤشر التضخم. العيش الحر متابعينه ازاي؟ في التزام ولا لا؟ يعني انا عايز اقول الحقيقه كانت مبادره جيده من شعبه المخابز الحقيقه، على اساس التوافقات التي تمت لاقدر اقول لتوازن الاسعار مع انخفاض اسعار الدقيق. زي ما ذكرت الانخفاض اللي حصل في الطن من 21 22 الف جنيه الى 16 الف جنيه، ده بيستدعي ان يكون هناك مراجعات لمدخلات التكلفة بالنسبة لمنتج زي الخبز. وبالتالي تم التوافق مع شعبة المخابز على أساس أن الرغيف اللي هو وزنه 80 جرام يبقى القيمة السعرية بتاعته جنيه ونص، والأربعين جرام يبقى جنيه، وبالتالي بتنخفض أسعار الخبز بنسبة تصل إلى 40% و 35% على أصناف محددة وعلى أوزان محددة. يعني الموضوع التوافق واللي هو أعقبه توجيه من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية على أساس أن يكون هناك توافقات في عملية المواصفات الخاصة بالخبز وأوزانها وأسعارها. والنهاردة الحقيقة كان هناك تواجد كبير ومتابعة حثيثة من قبل الأجهزة الرقابية، وتم تحرير مجموعة من المحاضر وتحويلها إلى نيابة لهؤلاء الذين لم يعني يتوافقوا مع هذا النوع من المواصفات، لأنه في ناس بالفعل لم تلتزم، في البعض يعني الغالبية التزم ولكن البعض برضو خرج عن الجموع أو عن المجموعة. خلي بال حضرتك التجربة الحقيقة يعني ان احنا نتوجه الى السوق الحر دايما. انا بقول المنظومة التموينية منضبطة. يعني المنظومة التموينية بتستهدف 72 مليون مواطن. اذا لدينا ما يتعدى 33 مليون مواطن بيتعامل مع المخابز الحرة سواء السياحية او الافرنجية. انما احنا لدينا، ما تستغربش من الاحصائيه اللي هقولها لحضرتك، عندنا ما يقرب طبقا لقواعد بيانات السجل التجاري ما يقرب من 56 الف مخبز سواء تمويني او افرنجي او سياحي، ولا يمكن تعرف تراقبهم. لا هقول لحضرتك حاجه، بنعمل تدقيق لهذا. لا 56 الف عندك عند حضرتك 56 الف واحد يروحوا كل مخبز؟ لا لا لا، ما انا جاي لحضرتك الكلام ان 56 الف دول على قواعد بيانات السجل التجاري. والحقيقه بنعمل تدقيق لان هناك سجلات تجاريه الحقيقه لم يتم تحديثها من قبل اصحابها. فبيتم استبعادها، فانا اتصور ان الرقم ده هينزل. المخابز التموينيه عندنا من 30 ل 32 الف مخبز تموين. وانا بتصور يعني بناء على ما توفر الي من بيانات ان المخابز الحره سواء سياحية أو أفرنجية هتكون في رينج 7000 مخبز تقريباً.